السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفطار بتاعنا النهارده بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم انه ما خدش وقت مننا خالص خالص خالص. يعني عايزه اقول لكم في 10 دقايق ولا 5 دقايق كان خلاص الاكل اللي انتهى، دخلناش غير بعد العصر وخلصنا كل حاجه. سلقنا اهو كيس من المكرونه، وكمان هنا البانيه هنقليه، وكمان التغذيه جاهزه. بصوا بقى، الاكل ده عندنا من امبارح، عندنا الممبار بس احنا شلناه من غير تحمير اللي فايض مننا، وكمان عندنا ورق عنب. المكرونه خلاص هنا اتسلقت، وطبعا التغذيه ما بتاخدش اي وقت، سيبناها تتسبك بس اهم حاجه خليها تبخر كل السوائل اللي فيها عشان تبقى معاكي كده مفلفله. والمكرونه برضو ما تسويهاش تسويه كامله، خليها نسبه 80% بس عشان لما تنزليها كده في الصلصه تاخد بقيه التسويه تبقى معاكي مفلفله وحلوه يعني. بس هنعمل بقى شويه وجبات يعني حلوه جدا، اعاده التدوير وما خدتش اي وقت. دي بقى أجواء الشارع بقى في زينة رمضان وساعة قرآن المغرب. وشوية سلطة خضراء كده بلدي جميلة مع العصير، عمل عصير التمر مع عصير مانجا، وهنبدأ كده هنا نصبه. بصوا بقى، هنا حمرنا خلاص الممبار اتحمر والبانيه كمان اتحمر، طبعا الحاجات دي ما بتاخدش اي وقت. دفينا المحشي، المكرونة جاهزة، دي كمان هنا نواب من البط اللي احنا كنا عاملينه امبارح، ده اللي كده برضو فاضل اللي ما خلصش النوم بتاعه مش عارفة ايه، هندفيه وهنصب كده العصير. كل الحاجات دي ما خدتش اي وقت، وهنبدأ بقى نجيب اطباق نجهزها ونعمل لكل واحد وجبة. احنا كده ايه، طبعا زي ما قلت لكم احنا الممبار شلناه من غير تحمير، لما تيجي بقى تحمريه اكنه لسه صابح يعني اكنه لسه حاجة جديدة خالص. بس فهنبدأ نعمل نظام وجبات، نجهز كده الاطباق، كل واحد نحط بقى شوية من المكرونة مع 70 من الممبار مع البانيه مع 70 من المحشي وطبق السلطه ومع العصير والتمر. فكده حاجه كويسه، احنا اولا كده ما هدرناش حاجه من الاكل اللي بقى عندنا من امبارح، لا احنا عندنا كده تدويره وكملنا عليه لان هو ما كانش هيكفي لوحده، فكملنا عليه عملنا كده جنبه حاجه ايه بسيطه، شويه مكرونه، هو كيس مكرونه واحد بالصلصه كده سريع، طبعا انتوا عارفين المكرونه ما بتاخدش اي وقت، وشويه سلطه، وكل حاجه بقى جديد اهو، كل واحد كده بقى الطبق معاه كده كويس وبس يخلصوا. بس شويه اهو معلقتين كبار كده من المكرونه مع قطعتين من البانيه مع 70 من الممبار بقى الحلو الجامد ده، و70 من المحشي ورق العنب التحفه اللي كنا عاملينه من امبارح. بس وكده اجواء بقى الشارع بالليل بعد ما كده صلينا التراويح، نزلنا صلينا، واسيبكم بقى مع الاجواء، وهو فيديو قصير بس سهل وسريع. اهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يا طيب.